فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: رجل ينام بين الصلاتين وينام طويلا ثم يقوم ويؤدي الصلاة بدون وضوء، ويقول إنه ورد أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وينامون ثم يقومون فيصلون بدون وضوء. لا حول ولا قوة، هذا فهم غلط. الصحابة كانوا ينعسون وهم جلوس، أما المضطجع وأما المتكي على شيء فإذا نعس يجب عليه الوضوء، لأنه ما يدري عن نفسه، ما يتمكن. نعم، انتهى إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.